عجبك المكان؟ لطيف، شمع وضوء في الخلفية جو كده. جو معين كده. كنت أسألك سؤال. اسألي. اشمعنى؟ جميلة، ضحكتك حلوة. شكرا انك بتقول ان شكلي حلو وان ضحكتي حلو. انت كمان ضحكتك حلوة على فكرة. شكرا. بس انا ما تعبتش خالص في شكلي. اتولدت لقيت شكلي كده. انا زهقت من كتر ما الناس بتلاحظ وتعلق اكتر حاجة انا ما تعبتش فيها. واللي انا بتعب فيه بجد بيتشافش اصلا. ليه الناس ما تقولش عليا ذكية مختلفة؟ اعرف اتصرف، ينفع اعتمد عليا، او ان اخلاقي كويسة مثلا. انا مش قادرة افهم ليه اول حاجة بتيجي في دماغي اي حد بيشوفني لاول مرة هي اني حلوة وبس. لو هيبتدوا يحددوا معاملتهم معايا من خلال ده، يعني اللي بتخيلني طالما حلوة يبقى أكيد شايفة نفسي، أو أكيد تافهة وسطحية، فيبتدي يتفاداني ويتجاهلني من غير ما حد يحاول يتكلم معايا أو يعرفني. ليه الناس ما تبصيش اسمها ليه لازمة؟ أنا بأثر في حياتهم مثلا. أنا نفسي حد يحبني ويشوفني من جوه وساعتها أقدر أحبه بنفس الطريقة. ممكن أبقى صريحة؟ أكتر من كده؟ أنا مش كويسة خالص، بس انت الفترة دي أنا بمثل. أنا طول الوقت بمثل، وتعبت من التمثيل قوي. حاجات كتير مش حلوة عني، مش كله زي اللي انت شايفه من بره. انا عملت حاجات عمري ما كنت اتخيل اني ممكن اعملها عشان بس اقدر اعدي الفترة دي. في ايام بدخل انام بتمنى مصحاش. انا عايزة حتى يقولي بطلي تحكي، بطلي تمثلي، مش لازم تبقي ظريفة مع كل حد كل يوم. حد يقدر يحبني ويشوفني زي ما أنا كل أشكالي، بيعرف يحبني وأنا مكسورة وضعيفة حتى وأنا مش عارفة أحب نفسي ولا أتقبلها. حد يبقى موجود لما الأفكار الضلمة دي تجيلي ويفكرني إنها مش حقيقية. حد زيك. تقدر تعمل كده؟ ولا أنا خوفتك؟ عندك حق، كلام تقيل أوي على أول مرة، بس عادي، ممكن نرجع لنعمل شكلي حلو وضحكتي حلوة لو أنت عايز كده. مش أنت عايز كده؟ مكان لطيف قوي.